الإسلام نظيف تسمية أطلقت على حملة نظمها بعض الشباب في محافظة الديوانية، الهدف منها نشر ثقافة النظافة، مستغلين تواجد أعداد كبيرة من أبناء المدينة وسط شارع المواكب لإيصال رسالتهم. حملة الإسلام نظيف كان الغرض هو النزول للشارع وعمل فرق تطوعية في المدينة. أسس هذه الحملة واختار شارع المواكب الحسينية، اختار الزمان والمكان لاكتظاظ الناس على الجانبين الطريق حتى يبعث رسالة لعوائلنا الكريمة أنه النظافة فشي ظاهرة صحية وبيئية. البعض ممن شاركوا حملوا لافتات توجيهية للحاضرين يطالبونهم من خلالها بالالتزام بما جاءت به الثورة الحسينية، إضافة إلى التزامهم بكل القوانين السارية في وقتنا الحالي وتجسيد كل شيء حضاري في نفوس الآخرين. الحملة هي عبارة عن بداية، اسمها ابدأ بنفسك، تحتوي 13 بوستر هي تجسيد لبعض من معاني ثورة الإمام الحسين اللي هي حارب الفساد، احترم قواعد المرور، احترم القانون. أول حملة بالديوانية تأسست 2010-2011، حملة الإسلام نظيف، وأنا انتميت للحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الدافع الدفاعني هو حب الإمام الحسين أول شيء، ووضح مبادئ الإمام الحسين. يذكر أن هذه الحملة أسست قبل 5 سنوات ولم تقتصر على النظافة فقط، وإنما شملت حملات أخرى منها توعوية ومساعدات إنسانية. من الديوانية علي قحطان، المدى.